إذن أهلا بكم أعزائي مجددا بفيديو جديد وبكورس جديد، وموضوع هذا الكورس هو تطوير قالب مكونات ووردبريس للمبتدئين. في هذه القناة يوجد كورسات أخرى عن تطوير قالب مكونات، لكن تلك الكورسات ربما يشعر الشخص أنها ليست للمبتدئين تماما. فإذا كنت مبتدئ تماما بموضوع قالب مكونات ووردبريس، وبالتأكيد لديك خبرة معينة أو بسيطة بووردبريس كشكل عام، بتطوير ووردبريس بشكل عام، فيجب أن تشاهد هذا الفيديو أو هذا الكورس أولا. إذا شاهد أولا هذا الكورس، ثم إذا أردت أن تشاهد أشياء أخرى معمقة وفيها تعميق وفيها تفصيل أكثر في هذه القناة. فإذا لنبدأ. فإذا للمراجعة بشكل سريع، فإذا ما هو قالب ووردبريس؟ فإذا قالب ووردبريس أعزائي، الشكل العام لووردبريس هو قالب ووردبريس، هو نفسه الذي يعني تشترونه مثلا من عفوا ثواني فإذا هو نفسه الذي تشترونه مثلا من السوق، مثلا ثيم فورست. فإذا ذهبنا إلى ثيم فورست مثلا، طبعا لا يوجد إعلان هنا، فإذا لا تعتقدوا أنني أقوم بإعلان، لا يوجد إعلان. فإذا هنا ثيم فورست مثلا هي من أكبر الأماكن التي يتم فيها فعليا شراء فيها قوالب ووردبريس. فإذا ذهبت إلى هنا وقمت بشراء مثلا قالب ووردبريس هنا، من هنا قالب ووردبريس معين، وثم قمت بتحميله، هذا هو قالب ووردبريس، يعني واضح يعني. ويعني أن هذا القالب يقوم بإظهار الشكل العام للموقع. بشكل تقليدي كان هنالك الكثير من يعني في السابق تم استخدام القوالب الكلاسيكية، الآن اسمها كلاسيكية، وهي تعتمد بشكل أساسي على PHP. الآن أصبح شيء جديد في ووردبريس، تحديث جديد، وهذا التحديث أن لدينا شيء اسمه قالب مكونات. فكرة قالب المكونات أن يمكنك تحرير الموقع كامل كامل من لوحة التحكم أو من شيء اسمه محرر، وأيضا يمكنك التعامل مع كل شيء في الموقع على أساس أنه مكونات، ولذلك اسمه قالب مكونات. يعني مثلا إذا الآن مثلا هذه الصفحة، فمثلا هذا العنوان، هذا مكون، مكون اسم الموقع، هذا هو مكون التنقل أو النافيجيشن، هذا أيضا مكون، هذا اسمه النافيجيشن آيتم أو عنصر التنقل، هذا كله هو مكون، هذا فيه مكون العنوان، هذا فيه مكون الفقرة، وهذا فيه مكون الزر، هذه الصورة هي مكون، هي مكون الصورة. فكلمة مكون أو بلوك يعني عنصر، يعني شيء بحد ذاته يعطي نوعا ما معنى. فإذا الصورة بحد ذاتها تعطي معنى، الزر بحد ذاته يعطي معنى، الفقرة بحد ذاتها تعطي معنى، العنوان يعطي معنى، لكن إذا جمعناها معا فستعطي معنى أفضل، ستعطي معنى الصفحة. جيد. فإذا أنا جمعت هذه معا ووضعتها معا، هذه المكونات، كونت الصفحة الخاصة بي. وهذه هي فكرة قالب المكونات، أن أقوم أنا بتطوير مكون 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 ثم أجمعها معا. فبالتالي أنا أقوم بالتركيز على شيء، على وحدة صغيرة جدا من الصفحة، بدلا من التركيز على كل شيء. هذه فكرة قالب مكونات. طبعا مرة أخرى، من اسمه قالب مكونات يعني يعتمد على المكونات، يعني يعتمد على البلوكس، يعني يعتمد على وحدات صغيرة، وهي التي تشكل الصفحة. كل واحدة منها لها معنى، لكن معا تشكل معنى الصفحة كاملة. وفكرة أيضا قالب المكونات أن كل هذه المكونات يمكن نحن أن نقوم بتغيير شكلها. يعني مثلا هذا العنوان يمكن أن أغير أنا الستايل الخاص به من المحرر نفسه. فمثلا أنا الآن مثبتة القالب الافتراضي بووردبريس، وهو قالب 2024. فإذن هذا هو القالب الذي أنا ثبته. فإذن دعوني أريكم إياه. فإذن مظهر قوالب. فإذن أنا تم تثبيت، لاحظوا، ثبت قالب 2024 وهو القالب الافتراضي. الآن إذا ثبتت موقع ووردبريس سيتم تثبيت هذا بشكل أوتوماتيكي. طيب الآن أنا أريد تحرير هذه الصفحة في الأعلى، يمكن أن أقوم بالنقر على تحرير الموقع، وأعتقد أنا قمت بذلك مسبقا، وها هو. طبعا تحرير الموقع هنا سيتم فتح المحرر، فإذن لنرى. وعادة يتم
تحرير، يعني عندما تقوم بالنقر على تحرير الموقع سيتم فتح هذه الصفحة في المحرر. لو أنا ذهبت لصفحة أخرى سيتم فتح تلك الصفحة في المحرر. فإذا تحرير الموقع هنا يعتمد الشيء الذي سيظهر هنا على الصفحة التي أنت بها. فأنا مثلا في هذه الصفحة، فإذا لاحظوا هذه الصفحة بلوج هوم، وإذا قمت بالنقر على إيديت هنا أو تحرير، فيمكنني مثلا أن أحرر هذا الشيء. أنا أعرف هذه الأشياء ربما تكون واضحة بالنسبة لكم، لكن إذا أردت تعلم تطوير القالب فعليك أن تعرف هذه الأمور بهذا التسلسل، فتابع معي. فلاحظوا أعزائي، هذا الشيء هذا مكون، أنا كما أخبرتكم إذا قمت بالنقر هنا فلاحظوا هذا المكون هو مكون العنوان. فكيف أعرف أنه مكون العنوان؟ لأن مكتوب في الأعلى عنوان ويعطيك وصف عن هذا المكون. هذا المكون يعني نيتف بووردبريس، نيتف يعني مجرد أن لديك ووردبريس، مجرد أن لديك ووردبريس سيكون لديك هذا المكون موجود، فأنت لا تحتاج أن تثبته ولا تحتاج أن تثبت إضافة لإتاحة هذا المكون. وبالتالي يمكن أن تفهموا من كلامي أن يمكن إضافة مكونات من خارج ووردبريس عن طريق إضافات أو قوالب متخصصة. نعم يمكن ذلك، لكن حالياً هنالك نحن يعني نهتم بالمكونات الأساسية بووردبريس الموجودة بووردبريس بشكل افتراضي. طبعا هذا العنوان كما قلت اسمه العنوان، وأدناه هنا ستجدون الخصائص الخاصة بهذا العنوان، هذه الخصائص التي يضيفها ووردبريس لهذا أو يتيحها ووردبريس لهذا المكون. فإذا هذا المكون أنا يمكن أن أغير لونه جيد، يمكن أن أغير لون الخلفية، ويمكن أن أغير حجم الخط مثلا جيد. فعفوا كلما أريد التعديل على مكون يجب أن أقوم بالنقر عليه وأتأكد أنا موجودة فيه الآن، والآن يمكن أن أغير مثلا حجم الخط مثلا لهذا الشيء. فالآن لاحظوا الأفكار كيف عليك أن تفهم الموضوع. بداية لدينا قالب مكونات يتكون من مكونات، كل مكون له اسم وله معنى وله وظيفة يعني، وأيضا له خصائص، بالإنجليزية attributes، فإذا له خصائص، مهم هذه الفكرة، فإذا له خصائص. هذه الخصائص التي نجدها هنا مثل لونه، لون الخلفية، حجم الخط، الهوامش الداخلية خارجية، مثل border يعني الإطار، مثل البوردر ريديوس نصف القطر، هذه الأمور من خصائص المكون. ليس كل المكونات لها نفس الخصائص، تشترك ببعض الخصائص، لكن ليس يعني كل هذا المكون مثلا فيه هذه الأمور شرط أن كل المكونات لها نفس الشيء، لا. أحيانا يكون للمكون خصائص خاصة بنفسه، يعني خاصة بهذا المكون ولا يشترك بها مع مكونات أخرى، وأحيانا يشترك مع خصائص من مكونات أخرى.